اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. اكتشف أهم الأسرار الفعالة في بناء علاقة زوجية ناجحة. يتساءل كثيرون من المقبلين على الزواج عن سر النجاح في ديمومة العلاقة واستمرارها بعد الزواج، ذلك السر السحري الذي يبقي وهج الحب بين الشريكين متقدا، مما يجعلهما قادرين على تحمل مشاق الحياة معا. في هذا الفيديو سنطرح جملة من الأسرار السحرية والتي من شأنها تقوية وتمتين أواصر الحب والود بين الزوجين. السر الأول: احرص كل الحرص على اختيار شريك حياتك المناسب. ينبغي عليك أن تحسن في اختيار شريك حياتك، إذ إنه يشكل 90% من مصدر سعادتك أو تعاستك. لذا عليك أن تختار شريكك الذي يتناسب مع آرائك وطريقة تفكيرك، بعبارة أخرى أن يكون قريبا من منظورك الفكري. وبلا شك إن الاختيار السليم لشريك حياتك يضمن لك حياة زوجية تسودها السعادة، الطمأنينة والاستقرار النفسي. ويجب أن يكون الاختيار مبنيا على أسس علمية ومنطقية مدروسة، لا على أسس لا عماد لها كالجاه والمال والحسب والنسب. السر الثاني: أبدي اهتمامك بشريك حياتك. يعد الاهتمام أحد الركائز الداعمة في نجاح العلاقة الزوجية، إذ إنه لا يمكن أن توجد حياة زوجية ولا سعادة دون اهتمام كل طرف بالآخر. لذا عليك أن تهتم بشريك حياتك. حذار أن تهمل شريكك، لأن الإهمال سيؤدي بدوره إلى إحداث شرخ في علاقتك مع الشريك. وعليك أيضا ألا تنشغل بجوالك طوال الوقت، ولا سيما في حضور زوجك، ففي هذه الحالة سيخيم الصمت على المكان ويكون هو سيد الليالي. أضف إلى هذا أن استمرار الحال على هذه الوتيرة سيؤدي إلى فتور العلاقة الزوجية. السر الثالث: احترم الطرف الآخر. يعد الاحترام أحد أركان نجاح العلاقة الزوجية وتوطيدها، إذ لا قيام للعلاقة إلا به. فمن المهم أن تحترم شخصية شريكك وأن تتقبل عيوبها قبل مزاياها، وإياك ثم إياك أن تحاول تغيير تلك العيوب بالقوة. ليس هذا فحسب، بل عليك أن تحترم آراء الطرف الآخر حتى وإن كانت لا تساير رغباتك الشخصية. السر الرابع: كن صادقا في أقوالك وأفعالك. إن الصدق هو اللبنة الأساسية في تمتين وتقوية نسيج الحب بين الزوجين، وهو من أهم مقومات نجاح الحياة الزوجية، فهو بمثابة طوق للزوجين من الكثير من المشاكل، إذ إن الصدق يساهم ببناء علاقة قوية بين الزوجين لا يمكن أن تدمر في يوم من الأيام. أضف إلى هذا أنه يصنع تربة خصبة صالحة لنمو أزهار الاستقرار والهدوء والحب والود والتفاهم والانسجام. السر الخامس: تواصل مع شريكك. قد يتسلل الفتور والملل إلى علاقتك مع شريكك، وقد تشرف هذه العلاقة على الانهيار تدريجيا نظرا لفقدان التواصل والتحدث. لذا سارع بتجديد علاقتك وبث فيها روح الحياة عن طريق التواصل مع الشريك. ولا تنسى أن التواصل هو مفتاح لحل جميع المشكلات، فإن لم يجد شريكك طريقة سليمة للتواصل معك ومناقشة احتياجاته ومشاعره تجاهك، فإن علاقته بك لن تصمد طويلا. السر السادس: عاشر زوجك بالمعروف. حتى تكون علاقتك الزوجية ناجحة، ينبغي عليك أن تحسن معاملة زوجك، كما ينبغي عليك أيضا أن تكون لطيفا ورؤوفا، وأن تخفض جناح الرحمة له، وأن تسامحه وتغفر زلاته وتتغاضى عن إساءاته. ولا تنسى أن تغمره بالعطف والحب والحنان، وقدر دوما الأشياء التي يقوم بها من أجلك حتى وإن كانت بسيطة، ولا تتردد أو تبخل في مدحه أو الثناء عليه، فإن هذا سيدخل السرور والبهجة إلى قلبه، كما سيعزز ويقوي روابط الحب إلى حد كبير.
السر السابع، حذارة من إفشاء الأسرار. لأن الزواج رباط مقدس بين الزوجين قائم على المودة والرحمة، فمن الحكمة أن تظل أسرار البيوت طي الكتمان، فلا يطلع عليها أحد من الأهل والأصدقاء والجيران، أو بعبارة أخرى ما يدور في بيت الزوجية يجب أن يبقى داخل جدرانه، لأن اطلاع الغير على الأسرار الزوجية أمر مخالف للمروءة ومناف للآداب الدينية. السر الثامن، لا تخدش مشاعر الشريك. لا تخلو أي حياة زوجية من الشجار أو الخلاف، لكن على الزوجين أن يحرصا كل الحرص على عدم التفوه بكلمات قاسية وخادشة للمشاعر، لأن هذه الكلمات ستحدث ندوبا في قلب الطرف الآخر. السر التاسع، تواضع مع شريكك. لا ينبغي أن يكون للغرور مكان في الحياة الزوجية، فعلى سبيل المثال قد تعتقد أنك إن اعترفت بخطائك لشريكك واعتذرت منه فإن هذا سيقلل من قيمتك وكرامتك. لا يا عزيزي، أنت مخطئ، فعلى العكس تماما، تصرفك هذا سيعلي من شأنك في نظر الشريك وسيحبك أكثر من ذي قبل. أما في حال كان شريكك هو المخطئ بحقك، فينبغي عليك أن تسامحه وتغفر له، لأن الحب والتسامح هو قوام الحياة الزوجية. السر العاشر، كن سندا لزوجك. يعد التعاون من السمات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الزوجان، فكل منهما لابد أن يكون السند والعون للطرف الآخر. إن للتعاون دور كبير في توثيق الروابط الأسرية وتعميق العلاقة الزوجية، ويجعل الحياة أكثر سعادة واستقرارا. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.